النهاردة احنا نزلنا واحد من أهم المشاريع القومية اللي بتشهدها مصر، وطبعاً بدون مبالغة هو مهم جداً لملايين المصريين، وهو مشروع الإسكان الاجتماعي. احنا موجودين النهاردة بالتحديد في منطقة حدائق أكتوبر، وبالتحديد عمارات 247، علشان نوري لحضراتكم المنطقة بقت عاملة ازاي بعد ما تسلمت لكل المواطنين، وكمان السلبيات وإيه الإيجابيات اللي محتاجينه الناس اللي عايشة هنا، اللي خلص والاحتمال في حاجات لسه ما تكونش خلصت، ولكن كل ده هنعرفه من خلال جولتنا جوه منطقة 247 بحدائق أكتوبر. ده احسن مشروع في الاسكان الاجتماعي كله بالنسبه اللي انا شايفه هنا عندنا. بالنسبه لنظافه المشروع، النظافه حلوه والناس يعني مهتمه بالنظافه هنا، ومش مخلين يعني ان احنا نحتاج اللي احنا نقوله منظف. السلبيه الوحيده اللي انا لاحظتها ان ممكن التشطيب شويه مش متظبط قوي. المهندسين فتحوا لنا مول، بقى في كل حاجه الحمد لله. بتلاقي كل حاجه انت عايزها من المول؟ اه. المكان شايفه ان هو نظيف واحلى؟ هو بس الزرع دوت، بس لو سقوه بس كده مش اكتر. المنطقه هنا كويسه وامان وجميله، والناس اللي ساكنه ناس محترمه وناس كويسه، منطقه جميله جدا يعني. خلاف برضو ان هنا يعني الخدمات متوفره، بقت متوفره كويسه، ومواصلات جميله، ومحلات كلها فاتحه، وكل حاجه يعني بقت متوفره يعني الحمد لله تمام. بعد ما خلصنا جولتنا في منطقة 247 بحدائق أكتوبر، طبعاً في أسئلة كتير، وشوفنا مع بعض من الشكاوى من المواطنين اللي موجودين هناك، فأخذنا بعضنا دايماً ولازم نروح للمسؤول عن صندوق الإسكان الاجتماعي، وطبعاً الدكتورة مي عبد الحميد من شرفونا منورانا النهاردة على شاشة MBC مصر. مرحبا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا بيكي. أهلاً. واهلا وسهلا بالمشاهدين جميعا. عايزين نعرف من حضرتك عدد الوحدات بوجه عام على مستوى مصر قد ايه، يعني لو في منطقه حدائق اكتوبر بس هنتكلم 77424، لا في عدد اكبر على مستوى الجمهوريه. واحنا بننفذ 150,000 وحده في مدينه 6 اكتوبر، يمكن هي مدينه يعني 6 اكتوبر بمدنها الثلاثه، احنا لما المدينه كبر حجمها اضطرينا ان احنا نقسمها لثلاث مدن عشان يبقى في اشراف كافي على الوحدات. في مدن بالكامل فيها وحدات اسكان اجتماعي يمكن العدد ده ما اتعملش في تاريخ الوزاره على مدار سنوات، يعني في سنوات كتير مش في ثلاث سنين. فطبعا يعني مدينه 6 اكتوبر وحدائق اكتوبر بالاخص فيها عدد ضخم على مستوى الجمهوريه. احنا بننفذ اكتر من 700,000 وحده سكنيه، سلمنا اكتر من 290,000 اسره وشخص استلموا، فيعني اعداد بالملايين نقول انتقلت. لكن يعني بايجاز احنا الحمد لله النهارده مولنا المشروع ده، صرفنا عليه اكتر من 60 مليار جنيه تقريبا عشان نعمل 1,000,000 وحده سكنيه اللي هو المخطط بتاعنا. هنحتاج ننفق حوالي اكتر من 190 مليار جنيه، فطبعا حجم انفاق غير طبيعي. حجم الدعم اللي بندفعه في الوحدات حجم كبير، مش بس الدعم النقدي، احنا دافعين اكتر من 4.5 مليار جنيه دعم نقدي، في دعم فايده بيقدمه البنك المركزي. احنا بنمول الناس اللي بتشتري بنظام التمويل العقاري على 20 سنه، بيدفعوا فايده مدعومه 5% او 7%، فدي بتكلف في كل شقه على الاقل 100,000 جنيه وفر بس في سعر الفايده اللي موفرات الدوله، بتتحمله جهات الدوله المختلفه سواء وزاره الماليه
هو البنك المركزي، بخلاف بقى طبعا دعم المرافق ودعم الارض. هي التكلفه الحقيقيه للوحده، التكلفه الحقيقيه للوحده ممكن تكون مقربه على 400,000 جنيه مثلا، واحنا وبيتم بيعها بكام؟ احنا بعناها ب 154,000 والاعلانات اللي بعديها ب 184,000. في وحدات لسه بنبنيها هتتباع ب 225,000، وتكون الوحده دي بتكلفني قرب ال 400,000 لو بنتكلم دعم مرافق وارض ودعم الفايده والدعم النقدي اللي بندفعه للعميل. طب احنا عايزين نعرف ارقام حقيقيه، يعني مثلا مفروض متوسط دخل الفرد قد ايه؟ يعني في اقساط من 10 وفي اقساط ل 14,000، فعايزين نعرف لو ده دخله قد ايه يبقى 10، لو ده دخله قد ايه يبقى 14. لا احنا القسط الشهري، احنا زي ما قلت لحضرتك المقدم كمقدم. المقدم بيبقى 15% من ثمن الوحده، ده لحد ما يجي يستلم الوحده. احنا بنقول للعميل هات 14,000 جنيه في الاول، لانه الوحده لو هي دلوقتي احنا بنبيعها ب 225 فال 15% بتاعها هيتجاوز ال 30,000، بس احنا عشان لقينا انه 30,000 ممكن تبقى ثقيله على بعض الناس فبدانا نقسم ده ونقول انه العميل ما يستلمش الوحده مباشره اول ما يدفع المقدم، لا بيدفع 14,000 وبعدين بيقسط 2000 جنيه مثلا كل 3 شهور. تمويل بيبقى 20 سنه على 20 سنه. طبعا في ناس بيكون دخلها مش كبير، فيعني القسط بتاعها بيبقى اقل من يعني من 600 جنيه، وفي ناس دخلها اكبر شويه بنخلي القسط بتاعها يعني اكبر. هو الدعم بيختلف حسب مستوى الدخل. انا بس يعني عايزه من خلال حضرتك يعني اوجه الناس، وهي بتستلم شقتها المفروض ان حضرتك لو بتشتري شقه عند اي حد مش بس عند الدوله، لو شايفه فيها ملاحظات ما بتستلميهاش يعني. فالمفروض ان هو العميل رايح ومعاه مهندس عشان ياخد الملاحظات بتاعته، هتدي له ملاحظات هينهي هذه الملاحظات في 15 20 يوم. طيب الفئات اللي هم الغير رسميه اللي ما بيشتغلوش يعني بطريقه غير رسميه في القطاع الغير رسمي، دول موقفهم ايه من التقديم؟ والله احنا في اول البرنامج الناس كانت بتشتكي انه القطاع غير الرسمي ما عندوش فرص مع البنوك ان هو ياخد، واحنا عملنا تيسيرات كتير قوي مع البنوك ووصلنا انه النهارده اكتر من 16% من المتقدمين من اصحاب الدخول غير الرسميه بيجيبوا شهاده دخل من محاسب قانوني يقول انه الدخل بيدور في حوالين الرقم معين، وبناء عليه البنك بيستعلم ويتاكد ان هذا الدخل موجود وبيمنح التمويل على هذا الاساس. الخدمات اللي موجوده شوية بيبقى بيتم الإهمال من الموجودين أو بعض السكان طبعا، وبعض برضو أعمال الصيانة، ده هنقدر نتخلص منه إمتى؟ طيب هو احنا اولا بقينا ناخد 5% وديعه صيانه من كل عميل وهو بيتقدم من بدايه المشروع، يعني بدانا هذا النظام الفلوس دي احنا بنحطها وديعه وبنصرف من العائد بتاعها على صيانه المشروع. احنا اسندنا لشركه صيانه، اسسناها الصندوق وهيئه المجتمعات بالمشاركه، يعني كل واحد له نص الشركه. مطورين العقاريين متضايقين الحقيقه، هل هيبقى في تعاون؟ اكيد ان شاء الله هيكون في تعاون. هو طبعا يعني يمكن الاسكان الاجتماعي ما كانتش من المحاور اللي بيشتغل فيها المطورين العقاريين بكثافه قبل كده، يعني طول عمر ده التزام الدوله، ولما الدوله ما كانتش بتوفر اعداد ما كانش حد بيوفر خالص، وبالتالي حصل ازمه السكن اللي حضرتك بتشوفيها وتسمعي عنها في الدراما وناس بتشتكي من قله السكن. فاحنا في يعني في الاربع خمس سنين اللي فاتوا كنا عارفين انه محتاجين نسلم اعداد كبيره، في فجوه كبيره بين العرض والطلب، كان لازم الدوله هي اللي تتدخل بآلياتها وقدرتها على تنفيذ الاعداد الكبيره، وان احنا نقتحم بقى صحراء ونطور ونوفر مرافق. برضو القطاع الخاص في الاخر عايز يروح حته المرافق فيها والدنيا شغاله وكده. اعتقد انه ان شاء الله في الفتره اللي جايه هيكون في دور اكبر للقطاع الخاص. يمكن مجلس اداره الصندوق كان وافق من حوالي شهر كده على مشاركه القطاع الخاص معانا، وهنجرب كده ان شاء الله في حاجه زي يعني من 10 ل 20,000 وحده سكنيه ان شاء الله قريبا يشارك فيهم المطورين. والله لو الناس انبسطت ولقينا انه يعني الاداء جيد والدعم بيوصل للوحده للمستحق وبنبيعها بشروط مناسبه هنتوسع في هذا النظام يعني. وده كان اخر سؤال مع حضرتك بخصوص مشاركه القطاع الخاص، ان حضرتك بتاكدي ان فعلا ان شاء الله هيتم ان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله يكونوا معانا في البرنامج جنبا الى جنب مع الدوله ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك يا فندم، شكر جزيل دكتوره مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي، شكرا يا فندم على لقاء حضرتك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، الى اللقاء.